سلمت الولايات المتحدة الأمريكية مصر 3 لانشات مرور بعيد من طراز سيكلون، وتم رفع العلم المصري على لانشات المرور إذانا بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية التي تشهد في الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة في منظومات التسليح والكفاءة القتالية وفقا لأحدث النظم العالمية. استلمت القوات البحرية المصرية 3 لانشات مرور بعيد من طراز سايكلون من القوات البحرية الأمريكية، حيث قام الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية والفريق البحري براند كوبر قائد القوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية وقائد الأسطول الخامس بالتوقيع على وثيقة تسليم وتسلم اللانشات من الجانب الأمريكي. تلاها رفع العلم المصري على لانشات المرور إذاناً بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية، والتي تشهد خلال الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة في منظومات التسليح والكفاءة القتالية وفقاً لأحدث النظم العالمية. وتعد لانشات المرور البعيد من طراز سايكلون من أحدث الوحدات المتطورة في البحرية الأمريكية. وألقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للحضور من الجانبين، مشيرا إلى حرص القوات المسلحة على دعم قدرات الأسطول البحري المصري لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق عمل القوات البحرية، موضحا أن استلام هذه الوحدات يأتي تأكيدا لعلاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. واختتمت مراسم الاحتفال بتبادل الدروع والهدايا التذكارية. حضر المراسم عدد من قادة القوات البحرية المصرية والأمريكية والقائم بأعمال السفير الأمريكي بجمهورية مصر العربية.